السلام عليكم. الوصفة تاع البيني جبتها لكم اليوم بطريقة سهلة وسريعة وكذلك المقادير مضبوطة، بحيث انك تخدمي هذا البيني بلا طابع مع كريمة بزاف بنينة وتعمل لك كامل الحبات هادو واقتصادية. فابقوا معنا شاهدوا الفيديو وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك اذا كنتو جداد وبارطاجوا باش تعم الفائدة على الجميع. في الإناء تاعك حطي حبة بيض، ضربيها مليح، زيدي 50 غرام سكر، مية وستين غرام حليب دافي، ونحرك مليح. يعني الغرام والميلي غير كيف كيف، إذا كان عندك ميزان تاع غرام ديري الكاس وعبري به. هنا حطي 6 غرامات خميرة الخبز، يعني تكون حوالي ملعقة كبيرة ممسوحة، ولكن ننصحكم يعني بالغرام أحسن هكا باش ما تزيدي ما تقلي. نحركوا المكونات كما كتشوفي. زيدي 350 غرام تاع فارينة أي طحين. هنا عبرت لكم بالكاس، كل كاس يرفد 100 غرام، يعني الكاس ما يكونش معمر حتى الفوق، يكون ناقص إصبع. ولكن ننصحك أختي أنك تعبري بالغرام أحسن هكا باش الوصفة تخرج لك مضبوطة، يعني ما تزيدي ما تنقصي. هنا حطيت 3 كيسان يعني 300 غرام تاع فرينه وبديت نحرك. من بعد نزيد ملعقه صغيره تاع ملح حوالي 6 غرام، ونزيد عليها نصف كاس تاع فرينه اي طحين اخر، يعني هنا الاجمال تاع الفرينه 350 غرام. نجمع العجينه بيديا بهذه الطريقه، يعني غير نلمها باصابع يديا في اول مرحله. من بعد نزيد عليها 40 غرام تاع الزبده الطريه تكون درجه حراره المطبخ. نوري لكم واحد العفسه سريعه باش تدخلي هذاك الزبده كامل في العجينه بلا ما تعيكم ولا تعبكم. شوفي بداي تدخلي فيها وانتي في الاناء، ما تحطيهاش على طاوله العمل كمرحله اولى، ولكن هنا شوفي شا ديري، بداي تدخلي فيها وتخبطي بهذه الطريقه. هذه العمليه تساعد انه الزبده تاعك تدخل في العجينه بكل سهوله. لاحظي معايا كيفاش دخلت بسهوله وبلا ما تتعبك. حطيها على طاوله العمل بعد ما تشوفي كامل هذيك العجينه هذيك الزبده دخلت في العجينه وتولي طريه وبلا ما تلصق معك. وقتاش تحبسي الدلية كي تشوفيها تلصق لك كيما هكا في طاولة العمل؟ صاي هنايا راه ندلك التمليح، تدي لك الوقت دقيقة دقيقتين فقط. بعد لميها وحطيها في الإناء وخليها تخمر حتى يضاعف الحجم تاعها لمدة ساعة كاملة. أنا نغطيها ونحطها يعني في مكان يكون دافي ونخليها لمدة ساعة. نروحو نوجدو لاكريم اونغليز اللي غادي نعمرو بها البيني تاعنا. تحتاجي الى 3 صفار بيض، 40 غرام سكر، ربع ملعقه صغيره تاع الملح، وحركي المكونات بالفوي جيدا. نحطوا هذا الخليط جانبا ونجيبوا طاوة نحطوا فيها 300 غرام من الحليب او 300 ملي من الحليب، نزيدوا عليه 20 غرام من الزبدة الطرية ونحطوه على النار حتى تذوب هذيك الزبدة. يعني مشي تخلي الحليب يغلي، لا حطيه نقصي له شوية خلي هذاك الزبدة تذوب، غير دوب الزبده وخري على النار حركي شويه وهو دافي. حطيه على الخليط الاول اللي درنا به الصفار البيض والسكر، حركي المكونات جيدا. من بعد زيدي لافاني و20 غرام من الفرينه اي طحين. نوصلوا التحريك جيدا باش هذيك الفرينه ما ديرناش حبيبات. من بعد نرجعوه في الطاوه
ونحطه على النار. بالنسبة للنار تكون متوسطة، ما تكونش زايدة بزاف، وتواصلي التحريك حتى تشوفي القوام متاعه أبدا يتقال. ودوك نقول لك وقتاش تحبسي التحريك. هنا تبدأ تحركي في الجوانب وتدخلي في الوسط، لأنه الجوانب دائما يعني يتقالوا بالخف قبل الوسط. هنا كي تشوفي هالتبقبقة معاك بهذه الطريقة، حركي ثلاث مرات والنار تكون متوسطة. طفي عليها، شوفي القوام تاعها. اش غادي ندير؟ نحطها في اناء اخر، نغطيها من الفوق حتى هذاك البلاستيك يلامس السطح تاع الكريمه، ونخليها جانبا حتى تبرد شويه، عاد ندخلها في الثلاجه. هنا بعد مرور ساعه كامله بالضبط، شوفوا العجينه كيفاش تضاعف الحجم تاعها. نحطها على طاوله العمل وندير هذه الحركه. شوفوا غادي نلف العجينه بهذه الطريقه، ضروري ديري هذه العفسه. من بعد غادي نقسمها الى 8 كريات. في الاول غادي نقسمها الى 4، من بعد على 8، كل كره نقسمها على 2، والحجم تاعها يكون هكا يعني متساوي، ما تكونش كبير وحده كبيره على اختها. بالنسبه للحبه تاع البيني هكا تكوني على 84 85 غرام. المهم هنا كما راكم تشوفوا، دوك نوريكم واحد العفسه يعني تخدموا بها بكل سهوله. هنا كل كره من الكريات هذو غادي نقسمها الى نصفين، يعني غادي تقطع لك 8 كريات، 8 حبات تاع البيني. من بعد شوفي اش ديري، كل كره حكميها بسطي هكا بكف تاع يدك، من بعد عاودي لميها بهذه الطريقه. ما كاش اسهل من هذه الطريقه، ولكن ضروري ديريها. شوفي تلمي هكا السره وتغلقي مليح، من بعد تدوريها بهذه الطريقه، تعاودي تسودي هذيك اللي في الوسط. شوف هنا جبت لكم بابي كويسون، تقدري ديري غير بالفرينه، ترشي طاوله العمل او السني تاعك اللي تخلي فيه خمر، يعني ترشيها مليح باش ما تلصقلكش وتحطيها فيه. هنا شوفي لاحظي معايا خطوه مهمه، كي تكوريها ضروري تسوديها من تحت، يعني تلمي هذيك العجينه ما تخليهاش محلوله. من بعد حطيها على كما قلت لك على بابي كويسون ورق الطهي، ولا على السني يكون مرشوش مليح بالفرينه. ضغطي عليها كشغل، ضغطي عليها ضغطه خفيفه فقط وخليها تخمر نص ساعة ربع ساعة. المهم كي يضعف الحجم تاعها بهذه الطريقة تكوني وجدتي الزيت، ولكن ما يكونش ساخن. هنا ضروري يكون دافي ما يكونش ساخن هكا، باش مشي كي تحطي الحبة تاعك طيب من فوق ومن تحت ومن الداخل تبقى معجنة. هنا ضروري تبعيني مليح، طيبيها يعني إذا شفتي الزيت بدا يسخن نقصي لها شوية وخليها تطيب على خاطرها حتى يعني تحسي طابت من الداخل وتدي اللون الذهبي من فوق. طيب هذه نقطة مهمة بالنسبة للحبات الجايين، شوفي الزيت بدا يسخن معاك زيدي نقصي له شوية، ولكن مشي تخلي على نار هادئة، لا تكون ما بين الهادئة والوسط. هذه هي هكا باش تطيب لك من الداخل وما تتعجنكش. راني نعاود فيها ونعاود فيها باش يعني تدخليها في راسك مليح. هنا بعد ما طاب معايا البيني غادي نطيب كامل هادو الحبات بهذه الطريقة. اذا وصلتوا لهنا ونسيتوا تضغطون على زر لايك ربي يحفظكم، تضغطون على لايك هكا باش الفيديو يرفع لعدد اكبر من الناس ان شاء الله. بعد ما تقليها حطيها جانبا يعني في صفايه ولا في ورق ماس يشرب هذاك الزيت. من بعدها غادي نرمدهم في السكر بهذه الطريقه.
بعد ما كملت وقليت كامل بيني ورمتهم في السكر، نجيب لا كريم اونغليز اللي طيبتها معكم وراهي بارده، نجيبها نحركها شويه، بعد نحطها في كيس حلواني اي بوشادوي، نديرو فتحة صغيرة للبيني تاعنا باش نعمروه، وعمريه مليح وخرجي هذيك شوية من الفوق هكا للتزيين باش يعرفوا اللي باغي ياكل بلي معمرة بالكريمة. المهم هذه الكريمة يعني المقادير تاعها تجي هذيك هي مع البيني، ما تجي ناقصة ما تجي خاصها. كي ديري هذه المقادير تاع الكريمة غادي تعمر لك كامل هذو الحبات تاع البيني، وما شاء الله شوفي الحبة كبيرة وتجي معمرة يعني مشين فيها غير شوية. ما تعمريه حطيه في الثلاجة يبرد شوية، من بعدها قدميه. تقدري تحطيه في الثلاجة كذلك حتى الغدوة من بعد وتاكليه. شوفوا ما شاء الله عليه، غادي نقسم معكم حبة وتشوفوها. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون خفيف وضرب على قلوبكم. ما تنساوش تجربوا كذلك الدونات بالشوكولا اللي حطيتها لكم في القناه، خليكم الرابط تاعها كذلك اسفل الشاشه في صندوق الوصف في تعليقات مثبت. تابعوني على الانستغرام خليكم رابط كذلك. فتهلاو في روحكم الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.